طيب نبتدي بقى مع حضراتكم بماتش امبارح. وامبارح طبعا الاهلي حقق فوز مهم ومطلوب بطبيعه الحال على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء اللي كان مؤجل من الجوله 17 لمسابقه الدوري. سجل الهدف الاول علي معلول من ضربه جزاء في الدقيقه الثالثه، واضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقه 22 من كره حولت مسارها بعد ما خبطت طبعا في اقدام لاعب المقاولين لتسكن شباك الفريق المنافس. الماتش ابتدى بضغط مبكر للفريق، لكن دفاع الاهلي ظهر بشكل قوي جدا، ولكن في الدقيقه 43 نجح طبعا في الفريق المنافس في انه يحرز هدفه الوحيد، وانتهت المباراه بنتيجه 2-1 لصالح النادي الاهلي. طيب اتكلمت وقلت في الاول يعني ما كانش فيه تالق او ما كانش الاداء افضل شيء للنادي الاهلي، لكن ده مش معناه ان ما كانش فيه لعب حلو في بعض الاحيان، ما كانش فيه كور حلوه، ما كانش فيه لعيبه ادت بشكل خلينا نقول محترم او بشكل كبير في الملعب.